ضربة حرة تتلعب من مانجا على طول أمامية وممكن على طول، وفي اللحظات الأخيرة ولقطة المثيرة ولقطة المباراة مين ده؟ السيد فريد؟ لا مش السيد فريد، عملها المدفعج السيد فريد. يا سلام، قلت لحضراتكم عملها سموحة في الأولمبي في الدقيقة 92، والنهاردة بيعملها في الرجاء في ال 93. جون جميل 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 جميل. يا سلام، هات لي الكورة من البداية، هات لي يا مخرج الكورة من البداية، حتى إسدال الستار وإعلان أجمل وأفضل نهاية. ما لم يفعله أمد أكري وعمر فاروق وحسام حسن في الشوط الأول والثاني فعله هذا الأخطبوط السيد فريد في الشوط الثاني. ابن من أبناء النادي الأهلي، خد بالك خد بالك، وناصر ماهر ابن من أبناء النادي الأهلي.